السلام عليكم، معكم الحلقة 12 من ميموار لانجوندار. الحلقة اللي فاتت كنت كلمت لكم على أبواب جهنم اللي غتفتح في كوكبات الدراجات النارية أزيلال. مني دخلت باش وقفت هذيك الشاحنة المحملة، في الشاحنة الحافلة اللي نقل ركاب الكار اللي هو كان جاي من فاس غادي لمراكش، محملة بالبال اسمتهم الألبسة المستعملة المهربة. ما ليناش باختصار المركز الترابي ديال إمداحن، داروا لافير، داروا المحضر، اعتقلوا ولا ما اعتقلوش سائق الحافلة ولا المساعد ديالو. المهم حجزوا الملابس المستعملة، داروا المحضر. ديك الساعة انا خرجت انا من هذيك لافير. المهم رجعنا في حالنا سميتو. اول اجراء غادي يديروا هذاك الجودان اللي سميتو اوطاهر اللي هو قائد الكوكب ديالي، هو انه غادي حيت هو اللي كيتحكم، هو اللي كيدير لو سيرفيس. هاد الجدار من فين غيخرج، اش من ساعه غيخرج، اش من سيرفيس غيدير في النهار، غيخرج لهاد الطريق ولا هاد الطريق الوطنيه ولا هاد الطريق الجهويه اللي قريبه تما الازيلال. اول اجراء هو انه ما غاديش يبقى يديرني في لو سيرفيس في هذيك الطريق، لان هذيك الطريق بيان سور فيها الكيران بزاف ديال فاس، ديال فيها كيدوز منها لا كونتربوند. الدليل هو انه هذيك لافير راه كاينه، حتى واحد ما غادي يكذبني لان لافير مسجله كاينه، محضر قانوني مسجل عند المحكمه، مسجل عند الدراك، والكار باقي خدام دابا وكلشي. المهم شي واحد في لي كومونتير تيقول لك كتكذب علينا، هادشي مسجل ينفيو ما عليناش. الاجراء الاول كما قلت لكم ما غادي يبقاش يخليني نخرج تمايا، يعني سي غاغ مره في الشهر ولا مره في شهرين باش هو يغطي على راسو كي اوردوني تما، دونك كيخليني نخرج غير لان ما يمكنش ندير، لان لي موطار لا سبيسياليتي ديالهم هي مراقبه الطرق وشرطه المرور. دونك شنو كان عندنا هنايا؟ كانت عندنا شرطه، نديرو شرطه المرور واما نديرو لا بيرمانونس في البيرو. لا بيرمانونس في البيرو بيان سور هذيك اتور دو غول، يعني كنا حنايا 12 جدارمي راه كتجيك مره في 12 يوم. وسميتو لو بوليس دي روت، يعني شرطه الطرقات ماشي شرطه المرور، شرطه الطرقات. دونك كان تيخرجني غير في ازيلال حداه تما. هذيك ازيلال شنو فيها؟ البيكوبات، الكاميوات ديال السوق، السواقه، الناس المواطنين العاديين، المستعملين الطريق العاديين بسياراتهم الخاصه، الدراجات الناريه، هادشي اللي كاين. داك الشيء قليل، لو ترافيك اللي سميتو قليل بزاف. كتخرج تمايا يلا كتبقى مضارب مع الوقت باش تسجل لهم واحد ثلاثه المخالفات ولا اربعه، لان بزمنك خصك تسجل المخالفات، واخا ما يكونوش المخالفات باش تعرف دوله ديال الظلم وديال الطغيان، واخا ما يكونوش المخالفات بزمنك غدير المخالفات الظلم ولا المهم ولا صيد الناس ولا تقول عليهم ولا وقف شي فيراج وتخبى باش الناس يدوبلو يقولوا الجدرميه ما كاينينش تصيدهم، مع العلم ان هذا الشيء راه مخالف للقانون، لان الدوريه خصها تكون ظاهره للعيان، تكون الناس يشوفوها. حنا ماشي خصنا نخرجوا باش نصيدوا الناس، لان كما قلت لكم في واحد الحلقه سابقه دوك الفلوس ديال المخالفات راه ما كيمشيو لا الخزينه لا والو، كيفرقوا ما بيناتهم. الدليل هو قلت لكم ان راه في واحد الحلقه قلت لكم راه الكولونيل افروخ جاتو مره وحده، هذه حضرت ليها شفتو بعيني لو شيك ديال اون اني ديال عام 200 مليون 200 مليون ديال السنتيم من فلوس المخالفات من القبضه. بيان سور ما غاديش من القبضه المحليه، غادي يكون من المهم لو سيرفيس لي سونترال، غيكون من الرباط ولا شي حاجه من الخزينه العامه ولا سي با، ما كنتذكرش ما ركزتش داك لو شيك. المهم لو مونطو كاين الوغ غادي نبقى غير تما. لي ديتاي ديال انه داك كما قلت لكم العموله ديال لجودان تما كان طيحه 100 درهم الا كنتي خارجي في ازيلال بزمنك تعطيها، ولا كنتي خارج ديك واد العبيد كتعطي 4000 ريال. واحد الوقت داك اوطاهر رجع ديك العموله 8000 ريال في واد العبيد كتعطيها ليه ملي كتسالي له سيرفيس من فلوس الشفره، من فلوس لا كوريبسيون الرشوه، ولا كنتي تما في ازيلال 4000 ريال. علاش فمو قال سوا ديزون انا علاش طلعت لكم هذاك ما تبقاوش تعطيوني الشهريه اللي كنعطي لكم من ريجيون،
والكومودو دو كومباني، الشاريه اللي كيعطيها الكابيتان لقائد السريه اللي هو في الزلال، والشاريه اللي كيعطي الكولونيل اللي هو قائد الجهويه في بني ملال. لحد قوله ان الكابيتان كيعطيه 80000 ريال في الشهر، 4000 درهم في الشهر، هذا اللي في الزلال المحلي، والكولونيل اللي في الجهويه على حد قوله ما كناش عارفين لان داك الشيء بينه وبينه كيعطيه وقيلا شي مليون في الشهر. المهم كان كيجمع، كنا كنعطيو الشهريه من شهر لشهر كنعطيو واحد لاصوم كل مره، وشحال مره كيقول لك هاد الشهر جاتك 16000 ريال، مره يقول لك جاتك 1000 درهم، كل مره كيضرب حسابه، مره كيقول لك اودي راه ليسانس خصني، راه عطيت للناس ليسانس، جو عدي الناس لي سوبيريور ديال الجدارمي راه عطيتهم ليسانس وراه خصني نقاد لا بالونس ديال ليسانس، عطيوني زيدوني الفلوس ماشي مشكل، ولا كيخليني نخرج غير تما في ديك الطريق ديال الزلال، يلا كضرب مع المخالفات. وهذه انا بلا ما نكذب عليكم هذا الشيء بدا كيطلع ليا في الراس، سيرتو الناس تمايا ضعفاء تمايا الزلال، الشلوح تمايا ما تيرضاوش، رجال ولاو كيعرفونا مدينه صغيره كيجلسوا معك في قهوه كيكبروا بك، الشيف فلان السي مصطفى السي فلان السي فلان، كتجي عيب وعار واش تمد يدك عاوتاني للمواطن تقول له يعطيني حشومه، ولا شديتي بو خلافة تقول لي يعطيني 100 درهم ولا 50 درهم، كتجي حشومه، هضر على راسي بلا ما نقول لكم، لان شو غادي كومونتي نقول لك بدا استحوت الضمير، ما كاين لا استحوت الضمير تما في ديك البلاد لا والو، حتى فين هو الضمير؟ الضمير راه ناعس، انا كنقول لك كنهضر لك منطلق ديال 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 الرجوله ديال البنادم النفس. لافير الثانيه بلا ما نكثر في لي ديتاي غندوز لافير الثانيه اللي هي حتى هي واحد شكلات واحد المنعرج كبير، واحد الشاحنه عاديه ميتسوبيشي كاينين تمايا الكاميوات مشهورين تما كيجيبوا الرمله ديال الواد كيجيبوه من دوك النواحي ديال القلعه، كاينين تما الرمله ديال الودان، الودان اللي ناشفين كيهزوا منهم الرمله الكاميوات وكيبيعوهم ديال البني، الرمله ديال البني هي الرمله ديال الواد ممنوعه قانونيا، ممنوعه قانونيا، كتسمى حتى هي سرقات الرمال طبيعيه، الرمله اللي كيسمح بها القانون هي الرمله المصنعه اللي هي قري كيتسمى له صابل لافي. شنو علاش سماه صابل لافي؟ لان كيتخاد من 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 تيكون ان كارير مرخص به، كارير مرخص به من عند الدوله، كيكون عند داك السيد كيكون عنده رخصه الاستغلال، كيهرس الحجر من داك الكاريان، كيجبد الحجر من داك الكاريان وكيهرسو وكيخرج منه الرمله، كيخرج منه الكياس، كيخرج منه الرمله، كتسمى عند الحريفيه تيقول لك المغسوله، الرمله المغسوله راه الناس عارفين المغسوله هي اللي كيبنيو بها كتكون كري، اما الرمله ديال الواد ممنوعه. وجاونا دي ذكري كتابات من وزاره العدل في هذا الشان لمحاربه سرقه الرمال الغير مرخص بها، لان استغلال الموارد الطبيعيه، لان تيقول لك مني غتاخذ لنا الرمله من بلاصه اللي هي غير مرخص بها، راه الطبيعه راه داخله في تخريب ديال الطبيعه، كان كونترولي كاميو حاز الرمله، هاد الرمله ديال الواد جايه من القلعه جايه غتباع تمايا في ازيلال، سيقول واحد الولد باقي صغير، الكاميو في ملك واحد المحامي كاين في القلعه، محامي مع تحياتي للمحامين، كاين المحامين الرجال ولكن كاين المحامين الشمايت، هاد المحامي سميه الشركه اللي فيها الكاميو اللي سميه ديال الشركه ديال الكاميو، لان باش دير كاميو خصك تكون عندك شركه، السميه ديال الشركه في سميه مرتو، انا غادي نجبد لكم السميه، اخوه ديرو جيرون، ما عليناش غادي نوقفو غادي نكونترولي يعطيني الاوراق، هاد الرمله من الرمله، السيد عيط على مول الشي، لان خو المحامي، خو المحامي عنده علاقه بلا جودان وطاهر، عيط ليه هضر معاه، هضر معنا لا جودان، قالنا داك الكاميو واش عنده ماش عنده، بدا غير ما عرفش ليا في التليفون لانه كان يفز كيقفز لان خاف لي نكون شجلتو ولا شنو هو، عطاني لا راس الخيط لا والو قطع عليا، معايا واحد الجدارمي سميتو المناوي العربي، وكان معايا واحد نوتخ جوندار ما عقلتش على سميتو، هذاك المناوي العربي راه دابا راه كاين في قنيطره جوندار موطار، قال
قال لي كان خدم في القلعه هو قبل كيعرف هذوك الناس، قال لي هذا راه صاحب لجودان وهذا راه فيه المشاكل. قلت له اوكي ما عندنا ما نديرو بمشاكل. قلت له شنو الراي ديالك؟ قال لي نطلقو صافي ما عندنا ما نديرو به. طلقناه، خديت لا ديسيزيون طلقته. قلت له صافي سير الله يعاون نعاونك. سي با هذاك في الاخر غادي يقول لقيت هذاك الميناوي لقيت عنده شي فلوس 40 درهم 40 درهم كاينين شي ديك 40 درهم. قال لي راه خديتها من عنده ما زقلوش. هذاك الميناوي تا هو داير بحال الدبانه تا هو فين ما كانت شي بركاسه كيتحط عليها. المهم سكت، دخلنا للبيرو، تالينا لو سيرفيس، دخلنا للبيرو كنقادو في دوك الوراق المخالفات هادي طاطات. بيان سور انا ديك الساعه قاطع هذيك القضيه ديال العموله الباس الفلوس لجودان ولا فلوس الشهر ولا شنو هو، قطعته لان بديت معاه في الحروب. هو ينطق هو لجودان جالس في البيرو ديالو كيضحك باستهزاء. قال لنا ملكامي يصيدكم، هز الرمله مسروقه وضحك عليكم ب 40 درهم واش هواكم؟ قال لكم راه عطيتكم 40 درهم. قلت ليه ما عطانيش 40 درهم، شوف لمن عطاها. انا ما عطانيش ولكن من يضحك علينا حنا كاينين في الطريق ان شاء الله، هو راه خدام غادي نشوفو ان شاء الله. ما كدوش سيمانه ولا 10 ايام نفس هذاك الشيفور نفس الكابيو نفس الرمله ديج بها شديتو خديت من عنده الوراق. بدا كيعيط ما كيعيط تليفون، عيطت للنيابه العامه ديريكت، جاوبني النائب الاول الادريسي ديال الوكيل الملك ديال محكمه الزلال، احتراماتي استاذ. قلت ليه لافير ها النازله اش فيها وهاش فيها؟ الرمله راه مسروقه من الواد كذا طا 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 طا. قال لي باش عرفتيها؟ قلت ليه راني عارفها. قال لي اوكي ماشي مشكل تحمل المسؤوليه ديالك. قال لي اوكي. دخلوا للبيرو وعطي للمركز القضائي يتكلف بهذه المهمه بهاد العباره. قلت ليه علاش يا استاذ؟ انا هو الدراكي اللي وقفت الشاحنه، انا ندير المحضر. قال لي لا انتوما ما عندكمش الحق ديروا بحال هاد المحاضر. قلت ليه علاش ما عندناش الحق؟ واش انا ضابط شرطه قضائيه ولا ماشي ضابط شرطه قضائيه؟ قال لي لا انت ضابط شرطه قضائيه. قلت ليه واش في القانون عندي الحق ندير هاد المحضر ولا لا؟ قال لي عندك الحق. قلت ليه شنو المشكل؟ قال لي لا راه لجودان ديالكم اللي هو سميتو قطاهر قال لنا بان احنا الاداره ديالنا مانعة لمطار انهم يديروا هاد المحاضر القضائيه. علاش؟ لان ما عندهمش الخبره، ما عندهمش الوقت، هما تيساليو غير المخالفات العاديه. المخالفات العاديه كاسك صمطه ضو احمر تجاوز. يا استاذ هادشي ما كاينش، كون كان كون حنا قالوه لينا وسنينا عليه. قال لي اوكي انا بالنسبه لي انا انت عندك انت ضابط شرطه قضائيه تقدر دير هذا المحضر. قال لي صافي ديرو. قال لي الله يرحم الوالدين كيعطيني التعليمات. قال لي هاد التعليمات حجز الكاميو الحمولة ديالو ديهم للمحجز وبدا المحضر، استماع للسائق، الاستماع لصاحب الشاحنة يعني المسؤول المدني ديال الشاحنة، وتبع لافير وبيناتنا الهاتف كاين شي جديد غادي نعطيك تعليمات جديدة. اديت الشاحنة للمحجز لجودان غادي يولي بصورة أخرى، ما غاديش يقدر يهضر اوتوماتيكمون لأن هادشي كلشي قانوني. لا رياكسيون ديالو اللي غادي يدير غنقولها لكم في الحلقه القادمه ان شاء الله، ولاني غنبهدلو واحد التبهديله قدام العناصر ديال الكوكبه. غادي نبهدلو واحد التبهديله الى الحلقه القادمه ان شاء الله.